La prise en charge, c'est tout. Voilà. Hazel Barker. رئيس الجمهورية هو اللي حوس عليك وهو اللي أمر باش يجيبوك أنا. ميرسي. ربي يخليه يطول في عمره إن شاء الله. ليس حضروا فيها رجال وقفوا معنا رجال والسلطات وهم سي يدير الحمد لله الحمد لله رب رئيس الجمهورية أمر بالتكفل بالمشاكل الصحية للأخ حازم، وبناء عليه يعني في هذه الصبيحة تم إرسال يعني سيارة إسعاف إلى المستشفى بعين تيموشنت، وتم نقله إلى المستشفى العسكري. وفي هذه يعني الدقيقة بالذات يعني الأطباء يقومون بالسهر على صحة الأخ حازم. وسيد الرئيس أعطى يعني التعليمات من أجل تكفل جيد وكذلك دراسة وتحليل وضعيته الصحية، وإذا كان فيه يعني داعي لاتخاذ إجراءات أخرى ستتخذ إن شاء الله.